يعني الفرق هو أنه غير ممنهج تبرع الإنسان العربي أو القطاع الخاص العربي، لا يوجد تفنيد وتصنيف له، فبالتالي يقال أننا لا ولا نتبرع. يمكن إيجاد تفنيد لأنه ما فيش ضريبة. نعم هناك الأمريكي لا يتبرع، هي كذبة، نعم هي هو كذبة، يدفع يخصم مما عليه للضريبة ويدفع لهذه الجمعية. ولكن لدينا، أنت تقول لدينا مثل هذه التبرعات الحقيقية والتي لا موجود. تدخل في إطار الضرائب بالزبط. ولكنها غير وهذه مدروسة. أنا أعتقد وأعرف أنها أكثر مما يتبرع الأمريكي. نعم لأن أغلب تبرع الإنسان الأمريكي والأوروبي لهذه المؤسسات هو خصم من الضريبة، يعني بسموه تبرعات معفاة من إعفاء من الضرائب. هلا هذا جانب. جانب آخر أن عملية الخصخصة، أي تحول الإيراد والإنتاج من الحكومة إلى القطاع الخاص، سبقنا فيها العالم المتقدم. نعم. وبالتالي انتقلت موارد الدولة إلى القطاع الخاص. يعني عندما يكون الدولة تعتمد على أنها تجبي رسوم التليفون ورسوم الكهرباء ورسوم ورسوم ورسوم، وتصبح هذه ملك للشركات الخاصة، فإن الدخل يذهب ينقص من الدولة ويزيد في القطاع الخاص. ما معنى ذلك؟ معنى أن القطاع الخاص عليه أصبح مسؤولية أن يقوم بالخدمات التي كانت تقوم بها الدولة من خلال إيرادها من هذه القطاعات الإنتاجية. نعم. بالنسبة للخصخصة في العالم العربي، وأنت أتيت على ذكرها بتحول الخدمات التي كانت تقدم من قبل القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، يعني هل ترى أن هناك يعني عدم دراية بالتحول أو بطريقة التعامل مع الخصخصة في المجتمعات العربية؟ أنا أقول أن هنالك حاجة لثقافة اجتماعية تقول بأن الدولة كانت هي الراعي الكامل للمجتمع، لأنها كانت هي مصدر الدخل الكامل، كانت هي تملك كل موارد وكل مصادر الدخل والخدمات بالتالي، وتقدم الخدمات بالتالي. نعم. إذا كان انتقلت منها هذه الموارد، يجب أن يشعر القطاع الخاص بأنه يجب أن يكون شريكا للدولة ليكمل ما كانت تقوم به من خلال عمله الاجتماعي. هذا أحد الأشياء اللي نتكلم فيها. إضافة إلى ذلك أنه نحن في موضوع الخصخصة نتكلم عن تجربة جديدة في المنطقة، ومثل ما تفضلتي ما في شك أن موضوع يستحق الدراسة لكثير من الأسباب. لا تخصخص كل القطاعات، في قطاعات الأفضل أن لا تخصخص، وإذا خصخصنا يجب أن تكون هذه الخصخصة مبنية على مراعاة لما هي حاجة المواطن قبل حاجة القطاع الخاص واستراتيجية الدولة أيضا، وأيضا ما ضمن استراتيجية الدولة. إنما مش هذا الموضوع، الموضوع الأساسي اللي بنتكلم فيه هو نعود إلى الأساس. الأساس أن أي رجل أعمال وأي شركة نريد أن يدرك معنا أن مصلحته مش بس واجبه، نتكلم عن جانب الواجب، أنا نريد أتكلم عن المصلحة. أنا أتكلم عن نفسي، لم أقدم واجب لي في خدمة المجتمع إلا رد لي أضعافا من المجتمع. المجتمع بيعرف الفضل وبيعرف من يخدمه، ويدرك أن هذا الذي يخدم المجتمع من خلال إما برامج التعليم أو برامج الخدمات الاجتماعية أو ما يقدمه لوطنه، لا يمكن لهذا الوطن إلا أن يرد له إياه. وهذا من أحد أسباب نجاحنا إذا كان نجحنا، أو نمونا إذا كان نمونا، لأن مجتمعنا تبنانا كمؤسسة وطنية تخدم. يعني ننتقل إلى يعني الملكية الفكرية، ماذا يعني أن تكون عضوا لدى قاعة شهرة الملكية الفكرية إلى جانب أديسون وفيكتور هيغو وتوماس جيفرسون؟ أنا أتكلم، إحنا أولا قد تدركي أن أكبر، هذا فخر للعرب مش لنا، أبو غزالة يعني كما قال أحد المسؤولين الكبار من دون ما نذكر أسماء، هذا ليس اسمي، هذا براند نيم، اسم شهرة. هذا اسم الشهرة أبو غزالة، شركة أبو غزالة للملكية الفكرية أكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا. يعني لما ندرك أهمية هذا الحدث بأن تصبح شركة عربية في هذا الاقتصاد الصغير العربي، اقتصاد هلأ ما يزال اقتصاد لا يشكل أي شيء، يعني أقل من 10% من الاقتصاد الأوروبي أو الأمريكي لو أخذنا كل الاقتصاد العربي كله بما فيه النفط، عندما يصبح وفي منطقة نامية، عندما تصبح شركة عربية الأولى على مستوى العالم بما في أمريكا وأوروبا واليابان والدول المتقدمة،
هذا إنجاز يعني تاريخي. ثانيا نحن كمؤسسة شعرنا بواجبنا الاجتماعي في مجال ملك الفكر، وكنا نتكلم عن الواجب الاجتماعي. أقمنا برامج للتدريب والتعليم في الملكية الفكرية على مدى 30 سنة الماضية، وخرجنا المئات من الخبراء في الملكية الفكرية. وضعنا برنامج ماجستير في الملكية الفكرية في كلية طلال أبو غزالة للأعمال في الجامعة الأردنية الألمانية لهذا الغرض. ساهمنا في وقدمنا المشورة لأغلب الدول العربية إن لم يكن كلها في مجال تطوير قوانينها، وكان لنا الشرف مثلا واحنا نتكلم في الإمارات الآن، كان لنا الشرف بأن قدمنا المشورة للوزارات المعنية الثلاثة في دولة الإمارات عندما صيغ أول قانون للملكية الفكرية في دولة الإمارات، وكذلك في الأردن، وكذلك في كل الدول في المنطقة، في مسقط إلى آخره. فنحن أخذنا، وهذا الدور قدمناه مجانا، يعني نحن نقدم هذه المشورة بدون مش بدون أتعاب، بل نشكر أنه أعطينا شرف أن نساهم بوضع هذه التشريعات أو المساعدة في تطويرها أو العمل على صياغتها. ثم التدريب، عملنا على تدريب الكوادر الحكومية والمؤسسات كلها على مدى المنطقة. يعني هل تعتقد أن وصلنا في المنطقة العربية إلى مرحلة الوعي بالملكية الفكرية؟ يعني ما زالت الكثير من القطاعات وحتى الكثير من الأشخاص لديهم أمية بحق الملكية أصلا والملكية الفكرية بما يعني تحتملها وبما تحتويها. شوف، الملكية الفكرية، أنت ذكرتي من سبقني في قاعة الشهرة مثل جيفرسون وفيكتور هيكو وأديسون رئيس الجمهورية الأمريكية. احنا هذول الناس اول قانون للملكية الفكرية قبل 200 سنة. الأمة العربية كلها لم تكن موجودة، كانت تحت الاحتلال العثماني. نحن نتكلم عن موضوع ايضا مربوط بالتقدم التقني. الاختراعات لا تكون الا اذا في تطور وفي صناعة وفي مجتمع متطور اقتصاديا. الأسماء الشهيرة لا تظهر إلا عندما أسماء المؤسسات اللي هي علامات تجارية والأسماء الشهيرة إلا ما عند ما يزدهر الاقتصاد. هذا حصل الآن. الآن عندنا في، وأنا إحنا أسسنا الآن مرجع وقاعدة معلومات عن الأسماء الشهيرة في الوطن العربي. لذلك قمنا في أبو غزالة للملكية الفكرية بإنشاء قاعدة بيانات أدخلنا فيها وما زلنا ندخل أسماء وعلامات التجارية للشركات العربية على مستوى على امتداد الوطن العربي التي يمكن اعتبارها علامات شهيرة. هذا موضوع مهم ليس فقط للتقييم، وإحنا أيضا لدينا شركة متخصصة في تقييم الملكية الفكرية لتقول للشركة ما هي قيمة علامتك أو اسمك التجاري. وما يجب أن نلفت نظر إله، يعني مثلا لما نأخذ بيبسي كولا، قيمة بيبسي كولا كشركة 93% منها هو الاسم، و7% فقط هو موجوداتها. إنما نحن في المأسف، ونحن أكبر مكتب محاسبة في الوطن العربي، عندما نعد ميزانيات الشركات نظهر ما عندها مباني وأدوات ومعدات، وقيمتها المعنوية اللي هي الأكبر لا تظهر. فإحنا الآن وضعنا معايير لتقييم الاسم والشهرة والعلامة التجارية والموجودات كلها بشكل عام، و قائمة بالشركات المهمة لمساعدتها على أن تعرف ما هي قيمتها وتضعها على ميزانيتها، تضعها كبند يقول أن تقييم هذه الميزانية. الشركة بتقدم تطلب قرض، نعم، بتفرجي أنه عندها طاولات وكراسي، هاي كل شيء موجود، بس هذا قيمتها؟ هذه قيمتها في اسمها، في نشاطها، في أعمالها، في إيرادها السنوي المستمر. فهذا كله نقيمه ونعطي قيمة. فبالتالي عندما نعود إلى السؤال، عندما انتخبت من قبل، الانتخاب يتم من قبل مجتمع المهنة العالمية للملكية الفكرية، نعم، يعني كل الشركات والمؤسسات والأفراد المتخصصين في مجال الملكية الفكرية في العالم كله بيبدأوا بيطرحوا بيقولون رشحوا لنا أسماء، بعدين من هذه الأسماء بيعملوا قائمة مختصرة، وبعدين القائمة المختصرة بيطرحوها للتصويت، نعم. فلما بتخبوا بيكونوا انتخبوا أهل الصنعة، أهل البزنس في هذا المجال، ويعني بدأت القائمة بمئة وانتهت بانتخاب 7. وطبعا كنت أنا اتشرفت بأني كنت على رأس القائمة من حيث الأصوات. وهذا يشمل كل من له علاقة في الملكية الفكرية في الدنيا،
فبالتالي أهميتها أن هنالك اسم عربي، مؤسسة عربية استطاعت باعتراف دولي أن تكون في رأس قائمة المشاهير في الملك الفكري.